البليلي في تنفيذ المخالفة. ننتظر إذن تنفيذ المخالفة لصالح الترجي التونسي. تتنفذ المخالفة والهدف الأول. الهدف الأول لصالح الترجي التونسي. الهدف الأول عن طريق شمس الدين الذويدي بعد مخالفة. دقيقة 19 تتغير النتيجة هنا في ملعب الطيب المهيري، وفرحة لبعض جماهير الترجي. نعرف اللي تم السماح ل 50 متفرج من الترجي النادي التونسي لحضور هذه المباراة. إذا تتغير النتيجة دقيقة 19 مخالفة والرأسية من شمس الدين الذويدي، دخلت الحارس حظي القصراوي. هذه الكرة الرأسية بدون يعني مراقبة دفاعية، المدافع شمس الدين الذويدي ينجح مرة أخرى مع الترجي النادي التونسي كمدافع في تسجيل الأهداف. اللي باش ينفذ الكرة كذلك إلى جنب وريسون عفون، يخلي الكرة للبليلي ينفذ، والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 10 من الشوط الثاني، يعني دقيقة 55 في المباراة. الهدف الثاني قلت البليلي يحظق تنفيذ مثل هذه المخالفات، وبالفعل غالط الحارس حمدي القصراوي. يوسف البليلي يضيف الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. إذا دقيقة 55 في المباراة، الهدف الثاني أمامكم الإعادة. أريسون فول يخلي الكرة والبليلي يسدد كرة قوية وتصطدم بالعارضة الأفقية ويكون مآلها شباك، والهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق الجزائري يوسف البليلي. سهلة في دين الحارس. مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي، هو الهدف الثالث. الهدف الثالث هذه المرة من أحمد العكيشي. هدف ثالث، ثلاثة أهداف مقابل صفر، والحصيلة أصبحت ثقيلة على دفاع النادي الذي صفاقسي. دقيقة 12 يعني دقيقة 57 بعد دقيقتين فقط، المدافع يفقد إعادة أمامنا على الصورة. كرة كانت في اتجاه العكيشي ويتمكن من مغالطة الحارس ويخلي الكرة في الشباك بطريقة فنية. أحمد العكيشي يغالط الحارس حمدي القصراوي. غازي شلوف يبحث عن التسديد، لا، يخلي الكرة لإبراهيمان دونك لمحمد علي منصور داخل منطقة الجزاء، ولا ضربة جزاء. ضربة جزاء لصالح النادي الصفاقسي. ضربة جزاء في توقيت 78 دقيقة. ضربة جزاء واضحة هذه المرة. هاي الإعادة، كرة من إبراهيم أندونغ حمد علي منصر، وال التدخل كان موجود من حسين الراقد. أمامنا حسين الراقد. ضربة جزاء لصالح النادي الصفاقسي. إمكانية الآن وفرصة لتذليل الفارق بالنسبه للنادي الصفاقسي. ننتظر اذا تنفيذ غازي شلوف. وجه لوجه مع الحارس معز بن شريفيه. غازي شلوف اللي تم اقحامه في الشوط الثاني باش ينفذ هو ضربة الجزاء، كما قلت فرصة لتذليل الفارق للنادي الذي صفاقسي. غازي شلوف يتقدم ويسجل، إغالة الحارس ويسجل الهدف في الدقيقة 35، يعني 80 دقيقة لعب بالضبط. 80 دقيقة غازي شلوف يذلل الفارق للنادي الذي صفاقسي. وامامكم الاعاده بفنياته تمكن من مغالطه الحارس معز بن شريفيه. اذا ثلاثه مقابل واحد بالنسبه لنادي الصفاقسي، وخاصه الان مع دخول محمد المنصور.
حتى الذوادي كذلك ذو قامة طويلة. تتنفذ المخالفة والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الصفاقسي في توقيت 85 دقيقة لعب. الهدف الثاني كرة رأسية بعد المخالفة، قلت حسام اللواتي أول لمس الكرة نفذ ركنية كانت تختيرة، ثم المخالفة نفس اللاعب حسام اللواتي تأتي بالهدف. ها هو أمامنا الإعادة، حسام اللواتي والكرة الرأسية، لأن نثبتوا اللاعب اللي سجل الهدف. على كل هدف ثاني لصالح النادي الذي سفاق